بتملكني الدنيا وتغزلني سني وتزينلي الغرام تغني الهوى. شو بتحب تخبرينا عن العمل اللي عم بيتم تصويره هلا مع المخرج وليد نصيف؟ تفضل. طبعا أغنيتي الجديدة هي اسمها حياتي ملكي، الحان جون مارد روسيان، كلمات إيلي بيتار، توزيع روجي خوري، ومثل ما انتم شايفين المخرج وليد نصيف لأول مرة بتعامل أنا وياه، وكتير سعيدة بالتجربة. الحمد لله أجواء التصوير يعني من الصبح لهلا إنه ما فينا أقول تعب كتير، يعني تعب شوي، كي مبسوطة بكل شيء عم يصير. أتمنى إنه بس تنزل على الفضائيات كل الناس تحبها ويقولوا إنه بالفعل هالأغنية كانت تغيير للشيء اللي قدمته من قبل. ثلاث شهور حيكون في سنجل وكليب، وهلا يعني السنجل الجديد حيكون من بعد الأغنية حيكون مصري، بس حاليا انا مركزه على هالأغنية لانه هي بدايه الصيف. يعني هلا انا ما طلعت على الستيل البلدي لساني مثل ما انا، بس لهجه يعني لبناني على بيضة شوي، بتمنى الناس تحبني فيها، يعني هذا اللي بطمح له، وانا بهديها لكل فانز تبعي هالأغنية. يعني هلا العمل الجديد هو حياتي ملكي، بتمنى يشوفوه ويحبوه. اكيد في حفلات كتير بالصيف، الحمد لله رب العالمين، حكون ضيفي بسوبر ستار، كمان رح نرجع نتذكر الماضي شوي انا والمشتركين، وبتمنى من كل الناس يتابعوا حياتي ملكي ويحبوه. بدي اتشكر الجرس على رسم ست نضال احمديه اكيد، لانه دائما بتتعب معنا وبتتابعنا بكل اخبارنا، وثانك يو لكم. حب بلغكم انه عندي كثير برد بالاستوديو.